سعادتك بقى كنت ماشي سكران ومعاك واحده ست والظاهر كنت مروقين شويه وعلى طريق المريطيه خبطت واحده ما فكرتش حتى تقف تسعفها. ده انا نهار اسود ايه اللي بتقوله ده يا سحت البيئة؟ اخويا يمكن يعمل حاجه زي كده ابدا. والله الاشاره اللي عندي بتقول كده. اشاره ايه يا فندم؟ الاشاره دي غلط، اكيد اسم حد تاني. اشاره ايه يا فندم؟ العربيه دي اصلا مسروقه وانا مبلغ عنها. الكلام ده تقوله في النيابه، انا دوري هنا تسليمك وبس. خدوا يا امير. لا ياخدوا فين؟ احنا لازم نفهم يا فندم. ايوه حضرتك بس لو جيت تعملوا معايا ايه بالظبط؟ هنرحله الصبح على النيابه في القاهره. اتفضلوا. اتفضلوا. يا نهار اسود استنى يا عمر انا جايه معاك. اتصرف يا حبيب القلب. ايوه على الصبح يا اخويا على مهلك. ايدك يا اخويا عليك بالراحه. ما تقلقش يا عمر والله ان شاء الله هتبقى سليم. ما تقلقش يا اخويا. لو سمحتي روحي. اروح بس ازاي يا عمر وانت في الحاله دي؟ عم حافظ خدها وروح فيها بهدله الله يكرمك. لا مش هروح مش هسيبك ابدا. بعدين يا اكتفينا تبي لحد كده واكتفينا. اوعى يا عمي يا خال بالقاس والله دي مكيده معموله في الدكتور عمر اخويا والله مكيده. المكيده مش مكيده لحد هنا وقفلت. اسمعي يا بنت نواو احنا مش ناقصين فضايح اكتر من كده. كراهيه بالقاسي. يقول عليك برضو تصيب خاطب بنتك في محنته. محنته؟ دي إشارة من عند ربنا عشان رايت لبين تستاكله ومش بيطلعها بطيحة. الحمد لله الحمد لله إنها كانت فاتحة وشبكة ما تمت. عموما الشبكة بتاعتكم في علبتها وعليها زيادة كمان. على فكرة بالقاسي دي مش أخناء ولاد الأصول. ولاد الأصول؟ أنا قلتها لك دي للكلب عمره ما ينعدي الأبدا. واسع انا اخويا كلب. اذا كان اخويا كلب فانت بنتك عرسه. دي لو لفت العمر كله مش هتلاقي ظفر الدكتور عمر. وبعدها لك يا دكتور مكتوب عليك دايما تتقسم اتنين، مره دكتور شايل امانه شرف مهنه ومره قبطان عاشق في مواني الدنيا، مره عريس قاعد في كوشه ومرة محبوس في زنزانة مخنوقة، مرة في النور ومرة في الظلمة، ومرة كده ومرة كده. وتقول لي توب. توب ايه؟ هادي اخرتها. يمكن اختبار؟ معقول؟ ممكن هو اكيد اختبار. بس معقولة كل دي اختبارات؟ ايه مفيش غيري في اللجنة؟ الله يخرب بيتك يا حافظ. ويقولولي توبي 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 ازاي بس ازاي اتوب يا عيني ازاي عاش او غلبانة والنبي عاش او غلبانة والنبي عاش او مظلومة والنبي والنبي والنبي